اول مواجهه على مستوى كاس سمو الامير كانت بسنه 2015 وفاز الريان 5-0. هذه محاوله التعادل 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 يا مرخيه التعادل يا مرخيه التعادل يا حي، وبكره قد ارسلها الى داخل البوكس. لا 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 لا، هذا بالغيث هذا بالغيث هذا بالغيث، وبعد المتابعه الغير جيده من المدافع، وبالتالي وصلت على طبق من ذهب إلى عبد الهادي نعمان. وعبد الهادي